حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أعلنت الهيئة العامة للضرائب في العراق توجه الحكومة نحو تحصيل الضرائب من 85 جهة جديدة لم تشمل سابقا ضمن جباية الضرائب، من بينها شركات سيارات التاكسي والإعلانات، إضافة للمشاهير والفنادق والمطاعم. وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي علوي إن هيئته أضافت رسوما على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لجباية الضرائب في العراق، والتي لديها تطبيقات التاكسي مثل تاكسي المطار وتاكسي كريم وبقية شركات تأجير السيارات. وبحسب إحصائية رسمية سابقة للهيئة العامة للضرائب، فإن إيرادات الضرائب للعام الماضي بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال 9 أشهر بنسبة نمو تصل إلى 150%. شددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاما. وخلال استضافتها رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي لمناقشة عدد من الملفات، استمعت اللجنة المالية من البياتي لبعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019 في مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاما، حيث أكد البياتي أن ذلك أثقل كاهل صندوق التقاعد وحرمه من أموال كبيرة. قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف إن التحويلات المالية بالدولار ارتفعت عبر القنوات الرسمية. وأكد خلف أن هناك نسبة كبيرة من معاملات التجارة الخارجية تتم عن طريق المنصة، مؤكدا زيادة عدد الحوالات وحجمها مقارنة مع بداية العام الماضي. أفاد صناعيون أردنيون بوجود عدد من المعوقات التي تواجه زيادة صادرات المملكة إلى العراق بمقدمتها الرسوم الجمركية وتأخير الحوالات البنكية، فضلا عن إجراءات تتعلق بمنح التأشيرات. وأشار الصناعيون الأردنيون إلى تحديات أخرى تتعلق بالإجراءات الحمائية من قبل الجانب العراقي وارتفاع رسوم الفحوصات وتعددها وتأخير إنجاز المعاملات عند المعبر الحدودي البري. باتت أسعار النفط في طريقها للارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد استقرار طفيف وسط توقعات بتقليص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية. وارتفع خام برنت 23 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و98 سنتا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام الأمريكي 28 سنتا إلى 82 دولارا و23 سنتا للدولار أو للبرميل الواحد. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.